أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد للفروض الثانية للدورة الأولى بالنسبة للسلك الإعدادي، هنشوفوا نموذج للفرد الثاني الدورة الأولى بالنسبة لمادة التربية الإسلامية للأولى إعدادي. إذن فرد رقم 2 الدورة الأولى بالنسبة للأولى إعدادي مادة التربية الإسلامية، نموذج على شكل PDF هتلقاه في الوصف. إذا نبدأ بالوضعية التقويمية. في حوار دار بينك وبين صديقك كمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار انتباهك مجموعة من الأفكار التي يعتقدها، منها ادعاؤه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للإغراء والإيذاء والسخرية من المشركين، ومنها أن الحياة تنتهي بالموت ولا وجود للبعث والنشور والحساب، كما أنه يعتقد أن كل شخص حر في نفسه وليس من الضروري حفظ النفس ورعايتها بالطهارة والإيمان. إذن بالنسبة للوضعية التقويمية كتناول مجموعة ديال الأسئلة اللي عطرح عليك الدروس اللي قريتي في مادة التربية الإسلامية والأسئلة اللي عطرح عليك الامتحان. إذن عند أول حاجة بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، القرآن كيتحفظ ظهرا على القلب، يعني حفظ. إذن حيت من عندي كتب خاصك تكتبو بدون أخطاء إملائية وكذلك بالشكل. بالنسبة للحاجة الثانية خاصك تحفظ المصطلحات. إذا أول حاجة اشرح ما تحته خط. إذا عندنا الطهارة وعندنا الإيمان. إذا نبدأ بالطهارة، ما معنى الطهارة؟ إذا نعطيكم تعريف كامل ما معنى الطهارة. إذا الطهارة، إذا نكتبو الطهارة لغة أو الطهارة لغة. إذا الطهارة لغة ماذا؟ ماذا تعني؟ هي النظافة. هي ماذا؟ هي أن النظافة. هاد المصطلحات ممكن تاخدوهم إذا بالنسبة للطهارة إلى آخره. إذا هادو مجموعة ديال المصطلحات اللي عيفيدوكم. إذا هي النظافة من ماذا؟ هي النظافة والخلو من الأوساخ. هادي لغة، والخلو من الأوساخ. إذا انتم ممكن تكتبوا غير اصطلاحا. إذا الطهارة لغة هي النظافة والخلو من ماذا؟ من الأوساخ. إذا نشوفوا اصطلاحا، إذا والخلو من ماذا؟ من الأوساخ. إذا هذا بالنسبة لغة. واصطلاحا ماذا تعني؟ وشرعا، إذا في الشرع ماذا تعني؟ وشرعا هي، إذا وشرعا هي إزالة، إذا هي إزالة ماذا؟ هي إزالة النجاسة والخبث. إذا هي إزالة النجاسة والخبث. إذا والخبث من ماذا؟ والخبث عن البدن والثياب. إذا عن البدن والثياب، عن البدن والثياب وماذا آخر؟ والثياب والمكان، والمكان. إذا حاولوا تحفظوا هاد المصطلحات لأنهم مهمين وكتعطاو مادة التربية الإسلامية. إذا هذا هو التعريف ديال الطهارة. إذا الطهارة، إذا شرعا هي ماذا؟ هي إزالة النجاسة والخبث عن البدن والثياب والمكان. عمشو بالنسبة للإيمان، ماذا يقصد بالإيمان؟ إذا نكتب لكم بالنسبة للإيمان نعملو شرعا فقط. إذا نقرأ لكم وباش عرفوا لغة واصطلاحا. إذا الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا إذا نكتبو غير اصطلاحا، الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق الجازم. إذا هو التصديق، إذا هو التصديق الجازم، إذا هو التصديق الجازم بماذا؟ بوجود الله، بوجود الله وملائكته وكتبه، لأن أركان الإيمان هي ستة. إذا هي التصديق، والتصديق الجازم بوجود، إذا نكتبوا هذوك أركان الإيمان. إذا التصديق هو التصديق الجازم بوجود، إذا هنا بوجود، إذا هو التصديق الجازم بوجود، إذا هو التصديق الجازم بوجود الله، إذا بوجود الله، إذا هو التصديق الجازم بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله، وملائكته وكتبه ورسله واليوم وكتبه، هادو أركان الإيمان، ورسله واليوم. إذا نكبر لكم هذه باش بان لكم. إذا هنا بالنسبة، إذا الإيمان هو التصديق الجازم، إذا هو التصديق الجازم بوجود الله وملائكته وكتبه وماذا؟ ورسله.
إذن ورسله واليوم الآخر وبالقدر ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره واليوم الآخر وبالقدر خيره وبالقدر خيره وشره خيره وشره وخيره وشره. إذن هذا معنى الإيمان. إذن الإيمان هو التصديق الجازم، إذن هو التصديق الجازم بوجود إذن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن ننتقل السؤال الموالي. إذن بالنسبة للسؤال الموالي ماذا يقول؟ إذن السؤال الموالي هنا بالنسبة سؤال الثاني، استخرج من الوضعية ماذا؟ إذن استخرج من الوضعية ما يدل على أن صديقك ينكر ركن أركان الإيمان. إذن شنو الركن اللي هنايا؟ قال أن الحياة تنتهي بالموت وأن لا وجود للبعث والنشور والحساب. إذا شنو هنا الصديق ينكر ركن من الأركان الإيمان الستة. إذا استخرج من الوضعية ما يدل على ينكره. إذا هنا إنكار، إذا نكتب هنا إنكار. إذا إنكار ماذا؟ إذا إنكار اليوم الآخر. إذا اليوم، إذا إنكار اليوم الآخر وكذلك هنا إنكار اليوم الآخر. وهنا غنسنجو بالنسبه للوضعيه اشنو فيها، نعملو مزوجتين. اذا شنو غنقولو؟ اذا ان الحياه، وقال ان الحياه تنتهي، ان الحياه ماذا؟ تنتهي. اذا ان الحياه تنتهي، غتخرجوها من ان الحياه تنتهي بالموت. اذا ان الحياه تنتهي بالموت ولا وجود للبعث والنشور، ولا وجود للبعث والنشور. إذا ولا وجود لماذا؟ للبعث والنشور. إذا هنا إنكاره لماذا؟ ولا وجود للبعث والنشور. إذا هذا انطلاقا من الوضعية غنخرج على ولا وجود، نكملو بعدا للبعث والنشور، للبعث والنشور. إذا خرجناها انطلاقا من الوضعية الانطلاق اللي عندكم لأنكم غتخدمو بها. إذا ماذا أنكر؟ إذن بالنسبة لأركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن انطلاقا من وضعية الانطلاق تبين أن الصديق إنكار اليوم الآخر. إذن شنو قال؟ أن الحياة تنتهي بالموت ولا وجود للبعث والنشور والحساب. إذن ننتقل للسؤال الثالث، أذكر لصديقك بعض صور إداء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كاين بزاف الصور التي تدل على، إذن هنايا إذا تدل على أن كفار قريش أدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا انطلاقا من مجموعة ديال الأفعال، ومثلا أنكتبوا مثلا التهديد. إذا كاين التهديد والوعيد. إذا التهديد وماذا؟ والوعيد. إذا التهديد والوعيد. كاين كذلك ماذا؟ أسلوب آخر تبعوه، إذا هو الإداية. هنا الإداية الجسدية. إذا أدوت جسديا، إذا الإداية الجسدية، إذا الإداية الجسدية، نتبعكم هذا الشيء باختصار، إذا الإداية الجسدية، كذلك الحصار، إذا كذلك الحصار، محاولة قتله، إذا بزاف هنا أساليب، إذا ولا يعني كيبان مظاهر إداء كفار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، الحصار، كذلك محاولة قتله، إذا محاولة قتله. إذا نكتب لكم هذا الشيء باختصار لأن صراحة الفراغ ما عطيتكمش بزاف باش تكتبوا في هذا الفرد. إذا محاولة ماذا؟ محاولة قتله. كذلك مثلا إذا نكتفيوا بهذا القدر. إذا هنا كذلك ترهيب، الاستدراج. إذا بزاف الحوايج. إذا هنا كتبنا الترهيب والترغيب بعد المظاهر. إذا هنا سالينا السؤال التالي، انتقلوا السؤال الرابع، بين لصديقك حكم الطهارة في الإسلام والغاية منها. إذا نكتب الحكم ديالها ومن بعد الغاية منها. إذا حكم الطهارة ماذا؟ إذا نكتب واجبة على كل مسلم مباشرة، نكتب إذا نكتب الحكم، إذا واجبة على كل مسلم، إذا واجبة على كل مسلم، كل مسلم، إذا واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. إذا عاقل بالغ أراد الصلاة. إذا نكتب لكم أنا كل شيء ممكن تكتبوا غير واجبة. أراد ماذا؟
أراد الصلاة، إذا واجب على كل مسلم عاقل بالغ. أراد ماذا؟ أراد الصلاة. إذا هنا بالنسبة أراد الصلاة، إذا هنا ممكن نزيد كذلك، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. إذا قلنا حكمها واجبة وهو شرط من شروط صحة الصلاة. دابا الغاية منها، إذا نكتبوا الغاية من، إذا من الطهارة، إذا نكتبوا الغاية من الطهارة. إذا كاين بزاف الغايات، إذا نحاولوا، إذا هنا واجبة على كل مسلم عاقل بالغ أراد الصلاة، إذا الغاية منها نكتبوا نقط. إذا مثلا الإخلاص لله تعالى، إذا الإخلاص لله تعالى، إذا الإخلاص لله تعالى، إذا الإخلاص لله تعالى. كذلك شنو الغاية من الطهارة أثناء الصلاة وفي الإسلام؟ إذا الإخلاص لله تعالى. كذلك الحفاظ على صحة البدن والاستعداد للعبادة، إذا الاستعداد للعبادة، الاستعداد للعبادة. كذلك هنايا نكتبوا عبارة عن نقط، إذا الإخلاص لله تعالى، الاستعداد للعبادة. إذا كذلك لماذا؟ إذا الطهارة شنو الغاية منها؟ الاستعداد للعبادة بتطهير الجسم مثلا، إذا هنا بتطهير الجسم. كذلك لماذا؟ إذا الغاية من الطهارة الحفاظ على صحة البدن، إذا الحفاظ على صحة البدن، الحفاظ على صحة البدن. كذلك شنو الغاية منها؟ إذا نكتبوا هنا باش يبان لكم، إذا الحفاظ على صحة البدن، إذا الإخلاص لله تعالى، الاستعداد للعبادة، كذلك الحفاظ على صحة البدن. إذا نشوفوا كذلك شنو الغاية من الطهارة. إذا نكتب لكم كاملين، يعني ممكن تكتفيوا غير بجوج ولا ثلاثة كافين. إذا الحفاظ على صحة البدن ونشاط الجسم، ونشاط الجسم، وكذلك ماذا؟ ونشاط الجسم وسلامته من الأمراض، وسلامته من الأمراض. إذا هادو كاملين الغاية من، إذا الغاية من ماذا؟ الغاية من الطهارة، إذا الغاية من الطهارة. إذا سلينا، إذا إخلاص لله تعالى، الاستعداد للعبادة بتطهير الجسم، الحفاظ على صحة البدن ونشاط الجسم وسلامته من الأمراض. إذا نكتفي بهذا القدر باش ما نطولش عليكم، ونكملوا بقية الأسئلة في فيديو مقبل.